أكتكاك، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أكتكاك موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. تأهل المنتخب الوطني المغربي لدور ربع نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة على حساب نظيره الإيراني، متفوقا على الأخير في ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بإندونيسيا. تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء من الفوز في مباراته أمام تنزانيا بدار السلام بهدفين مقابل لا شيء برسم الجولة الأولى من إقصائيات كأس العالم 2026. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس الخميس أن الحكومة اتخذت خلال السنتين المنصرمتين حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية. وقال بيتاس في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذا الورش يعد التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته على نحو متدرج. رحبت المملكة المغربية أمس الخميس بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي عقب مباحثتهما إن المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة وتثمن جهود الوساطة القطرية والمصرية والأمريكية التي أدت إلى التوصل إليه. افتتحت مجموعة سيتيك دي كاستال الرائدة العالمية والمتخصصة في إنتاج قطع غيار السيارات من الألومنيوم يوم الأربعاء بالقنيطرة المصنع الثالث للمجموعة بالمغرب. ويصادف هذا الحدث الاحتفال بمرور 5 سنوات على تواجد المجموعة بالمغرب، إضافة إلى 65 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمغرب. بعد استمرار إضراب الأساتذة لخمسة أسابيع متتالية، أطلقت وزارة التربية الوطنية الدعم التربوي الرقمي عن بعد مجاناً للتلميذات والتلاميذ عبر المنصة الوطنية تلميتيس والتطبيق الجوال المرتبط بها. وأوضحت الوزارة ضمن بلاغ لها أن هذه المبادرة تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوي الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها وتعزيز الكفاية اللازمة.